رسالة كولوسي الأصحاح الأول. من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله ومن أخينا تيموثاوس إلى القديسين الذين في كولوسي الإخوة المؤمنين في المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا. نحمد الله أبا ربنا يسوع المسيح كلما صلينا من أجلكم على ما بلغنا من إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع الإخوة القديسين من أجل الرجاء الذي هيأه الله لكم في السماوات، وهو الرجاء الذي سمعتم به في كلام الحق، أي في البشارة التي وصلت إليكم كما وصلت إلى العالم كله، فأخذت تثمر وتنتشر فيه كما تثمر وتنتشر بينكم منذ سمعتم بنعمة الله وعرفتموها حق المعرفة. وهذا تعلمتموه من أبافراس رفيقنا الحبيب في العمل لله والخادم الأمين للمسيح عندكم، وهو الذي أخبرنا بما أنتم عليه من محبة في الروح. لذلك نصلي كل حين من أجلكم منذ سمعنا ذلك عنكم، ونسأل الله أن يملأكم بمعرفة مشيئته وبالحكمة والفهم الروحي حتى تسلكوا في حياتكم كما يحق للرب ويرضيه كل الرضا، وتثمروا كل عمل صالح، وتنمو في معرفة الله متقوين بكل ما في قدرته المجيدة من قوة، لتتحملوا فرحين كل شيء بثبات تام وصبر جميل، شاكرين الآب لأنه جعلكم أهلا لأن تقاسموا القديسين ميراثهم في ملكوت النور. فهو الذي نجانا من سلطان الظلام ونقلنا إلى ملكوت ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء أي غفران الخطايا، هو صورة الله الذي لا يرى وبكر الخلائق كلها. به خلق الله كل شيء في السماوات وفي الأرض، ما يرى وما لا يرى، أصحاب عرش كانوا أم سيادة أم رئاسة أم سلطان، به وله خلق الله كل شيء. كان قبل كل شيء وفيه يتكون كل شيء، هو رأس الجسد أي رأس الكنيسة، وهو البدء وبكر من قام من بين الأموات، لتكون له الأولية في كل شيء، لأن الله شاء أن يحل فيه الملء كله وأن يصالح به كل شيء في الأرض كما في السماوات، فبدمه على الصليب حقق السلام. وفيما مضى كنتم غرباء عن الله وأعداء له بأفكاركم وأعمالكم السيئة، وأما الآن فصالحكم في جسد المسيح البشري حين أسلمه إلى الموت ليجعلكم في حضرته قديسين بلا عيب ولا لوم، على أن تثبتوا في الإيمان راسخين غير متزعزعين ولا متحولين عن رجاء البشارة التي سمعتم بها وبلغت كل خليقة تحت السماء، وصرت أنا بولس خادما لها. وأنا الآن أفرح بالآلام التي أعانيها لأجلكم، فأكمل في جسدي ما نقص من آلام المسيح في سبيل جسده الذي هو الكنيسة، التي صرت خادما لها بتدبير من الله لأجلكم، فأجعل كلمة الله معروفة تمام المعرفة، وهي السر الذي كتمه الله طوال الدهور والأجيال وكشفه الآن لقديسيه الذين أراد الله لهم أن يعرفوا كم كان هذا السر غنيا ومجيدا عند غير اليهود، أي أن المسيح فيكم وهو رجاء المجد. به ننادي ونبشر جميع الناس ونعلمهم بكل حكمة لنجعل كل إنسان كاملا في المسيح. ولأجل هذا أتعب وأجاهد بفضل قدرته التي تعمل في بقوة. الأصحاح الثاني. وأحب أن تعرفوا كم أنا أجاهد من أجلكم ومن أجل الذين هم في لودكية ومن أجل سائر الذين ما رأوا وجهي، لتتقوى قلوبهم وتشتد روابط المحبة بينهم، فيكون لهم كل الغنى الناتج عن الفهم التام الذي به يدركون سر الله أي المسيح، فهو الذي تكمن فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة.
أقول هذا لئلا يخدعكم أحد بالكلام المعسول، فمع أني غائب عنكم بجسدي فأنا معكم بالروح، أفرح بما أرى فيكم من نظام وثبات في الإيمان بالمسيح. فاسلكوا في الرب يسوع المسيح كما قبلتموه، متأصلين راسخين فيه، ثابتين في الإيمان الذي تعلمتموه، شاكرين كل الشكر. وانتبهوا لئلا يسلب أحد عقولكم بالكلام الفلسفي والغرور الباطل القائم على تقاليد البشر وقوى الكون الأولية لا على المسيح. ففي المسيح يحل ملء الألوهية كله حلولا جسديا، وفيه تبلغون الكمال، هو رأس كل رئاسة روحانية وسلطة. وفي المسيح كان ختانكم ختانا لا بالأيدي بل بنزع جسم الخطايا البشري، وهذا هو ختان المسيح. فأنتم عندما تعمدتم في المسيح دفنتم معه وقمتم معه أيضا، لأنكم آمنتم بقدرة الله الذي أقامه من بين الأموات. كنتم أمواتا بخطاياكم وبكونكم غير مختونين في الجسد، فأحياكم الله مع المسيح وصفح لنا عن جميع خطايانا، ومحى الصك الذي علينا للفرائض وكان في غير صالحنا، وأزاله مسمرا إياه على الصليب، وخلع أصحاب الرئاسة والسلطة وجعلهم عبرة، وقادهم أسرى في موكبه الظافر. لا يحكم عليكم أحد في المأكول والمشروب أو في الأعياد والأهلة والسبوت، فما هذه كلها إلا ظل الأمور المستقبلة، أما الحقيقة فهي في المسيح. ولا يسلبكم أحد جزاءكم بما يدعو إليه من التواضع وعبادة الملائكة وما يرى من رؤى، منتفخا من الكبرياء بتفكيره البشري الباطل، غير متمسك بالرأس وهو الذي منه يتقوى الجسد كله ويتماسك بالأوصال والمفاصل لينمو كما يريد الله. فإن كنتم متتم مع المسيح وتخلصتم من قوى الكون الأولية، فكيف تعيشون كأنكم تنتمون إلى هذا العالم؟ لماذا تخضعون لمثل هذه الفرائض؟ لا تلمس، لا تذق هذا، لا تمسك ذاك، وهي كلها أشياء تزول بالاستعمال. نعم، هي أحكام وتعاليم بشرية لها ظواهر الحكمة لما فيها من عبادة خاصة وتواضع وقهر للجسد، ولكن لا قيمة لها في ضبط أهواء الجسد. الأصحاح الثالث. وإن كنتم قمتم مع المسيح فاسعوا إلى الأمور التي في السماء، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بالأمور التي في السماء لا بالأمور التي في الأرض، لأنكم متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، فمتى ظهر المسيح الذي هو حياتكم تظهرون أنتم أيضا معه في مجده. أميت إذن ما هو أرضي فيكم كالزنا والفسق والهوى والشهوة الرديئة والفجور، فهو عبادة الأوثان، وتلك أمور تجلب غضب الله على أبناء المعصية، كذلك كانت حالكم فيما مضى حين كنتم تعيشون فيها. أما الآن فتخلص من كل ما فيه غضب ونقمة وخبث وشتيمة، لا تتلفظوا بالكلام البذيء، ولا يكذب بعضكم على بعض، لأنكم خلعتم الإنسان القديم وكل أعماله، ولبستم الإنسان الجديد الذي يتجدد في المعرفة على صورة خالقه، فلا يبقى هناك يهودي أو غير يهودي، ولا مختون أو غير مختون، ولا أعجمي أو بربري، ولا عبد أو حر، بل المسيح الذي هو كل شيء وفي كل شيء. وأنتم الذين اختارهم الله فقدسهم وأحبهم، البسوا عواطف الحنان والرأفة والتواضع والوداع والصبر، احتملوا بعضكم بعضا، وليسامح بعضكم بعضا إذا كانت لأحد شكوى من الآخر، فكما سامحكم الرب سامحوا أنتم أيضا، والبسوا فوق هذا كله المحبة، فهي رباط الكمال. وليملك في قلوبكم سلام المسيح، فإليه دعاكم الله لتصيروا جسدا واحدا، كونوا شاكرين،
لتحل في قلوبكم كلمة المسيح بكل غناها، لتعلموا وتنبهوا بعضكم بعضا بكل حكمة. رتلوا المزامير والتسابيح والأناشيد الروحية شاكرين الله من أعماق قلوبكم، ومهما يكن لكم من قول أو فعل فليكن باسم الرب يسوع حامدين به الله الآب. أيتها النساء، اخضعن لأزواجكن كما يليق في الرب. أيها الرجال، أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. أيها البنون، أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا يرضي الرب. أيها الآباء، لا تغيظوا أبناءكم لئلا ييأسوا. أيها العبيد، أطيعوا في كل شيء سادتكم في هذه الدنيا، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل بنقاوة القلب ومخافة الرب. ومهما تعملوا فاعملوه من كل قلوبكم كأنه للرب لا للناس، عالمين أن الرب سيكافئكم بميراثه، فأنتم تخدمون الرب المسيح. أما الذي يعمل الشر فسينال جزاء عمله ولا محاباة. الأصحاح الرابع. أيها السادة، عاملوا عبيدكم بالعدل والمساواة، عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماء. واظبوا على الصلاة متنبهين أن تكونوا فيها من الشاكرين. وادعوا لنا أيضا ليفتح الله لنا باب الكلام حتى نبشر بسر المسيح، فمن أجله أنا في السجن لأعلنه كما يجب علي أن أتكلم. كونوا حكماء في معاملة الذين في خارج الكنيسة، مغتنمين الفرصة السانحة. ليكن كلامكم دائما لطيفا مليحا، فتعرفوا كيف يجب أن تجيبوا كل إنسان. سيخبركم عن أحوال كل هاتخيكوس، أخي الحبيب ومعاون الأمين ورفيق في خدمة الرب. أرسلته إليكم خصوصا ليطلعكم على أحوالنا ويعزي قلوبكم. وأرسلت معه أونيسيموس أخانا الأمين الحبيب، وهو واحد منكم، فهما يخبرانكم بكل ما يجري عندنا. يسلم عليكم أريسترخوس رفيقي في السجن، ومرقس ابن عم برنابة، وهو الذي طلبت منكم أن ترحبوا به إذا جاء إليكم، ويشوع المدعو يوستوس، فهم وحدهم من اليهود الذين عملوا معي في سبيل ملكوت الله، فكانوا عونا لي. يسلم عليكم أبا فراس، وهو أيضا واحد منكم وعبد للمسيح يسوع، يجاهد دائما عنكم في صلواته لتثبتوا في الكمال وتتمموا كل ما يريده الله. وأنا أشهد له بأنه يتعب كثيرا في العمل لأجلكم ولأجل الذين في لوديكية وهيرابوليس. ويسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. سلموا على الإخوة الذين في لوديكية وعلى نيمفا والكنيسة التي تجتمع في بيتها. وبعد قراءة هذه الرسالة عندكم أرسلوها إلى كنيسة لوديكية لتقرأها، واطلبوا رسالتي إلى لوديكية لتقرأوها أنتم أيضا. قولوا لأرخبوس احرص على أن تتمم الخدمة التي قبلتها في الرب. هذا السلام بخط يدي أنا بولس، اذكروا قيودي، ولتكن نعمة الله معكم.